أكد ناشطون مدنيون وجود جهات سياسية تعمل على استغلال أوضاع النازحين والمحتاجين لشراء أصواتهم الانتخابية. الناشطون أوضحوا أن ظاهرة شراء بطاقات الناخبين التي أخذت تنتشر مع اقتراب موعد الانتخابات برزت من خلال عروض مغرية تستهدف ميسوري الحال أو النازحين، مؤكدين وجود مرشحين يستخدمون المال السياسي لشراء الأصوات الانتخابية. المرشحين يستغل النازحين وظروفهم الماديه واوضاعهم الصعبه، واكو حتى الناس الفقراء مو يعني شرط اللي يكون نازح، اكو عوائل فقيره فيفكر يقول لك انا ما حصلت شيء من السياسيين القدامى خل ابيع البطاقه، وهذا التفكير غير صحيح وغير سليم، هذا بالعكس انت تشجع على فساد المسؤول في حال يعني انت بعت له الصوت مالتك. احنا شفنا هذا الموضوع ولمسناه بالشارع من خلال مراقبتنا للشارع، اكو هيك موضوع واستغلوا بالذات ضعاف النفوس اللي هم ما عندهم، الطبقه الفقيره يقول لك انا ما عندي خل، وما يعرف شنو عواقبها، ولو هو عواقبها يعني شايفها، هو نازح هسه منو كان مدوره؟ منو راح له؟ راحت له راح له مسؤول شافه شي يريد ايش محتاج؟ للاسف الشديد حاليا المرشح ما ظهر غير هسه، ظهر يشتري ذمته ب 50، ما يخاف من الله وين يروح؟ بس ان شاء الله تسقط هاي محاولاتهم.